التقوى تكف الأذى والعدوان. أنت إذا أردت قمع الناس على رأيك وعلى معتقدك وعلى أفكارك فأنت تقوم باعتداء بأكثر من اعتداء، تعتدي على الآخر وتعتدي على المفهوم بأنك تتبنى قبل أن تبحث، تتبنى مفهوما قبل أن تبحث، وتعتدي على الصلاحيات التي لله وليست لك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، قالها الله لنبيه لست أفضل من نبيه. نعم يجب على النبي وعلى المؤمنين قتال المعتدين في القرآن الكريم، ما لسنا على يعني على منهج من لطمك على خدك الأيسر فأعطه خدك الأيمن، لا، وإنما نحن على منهج الدخول في السلم كافة إلا المعتدي، تدخل في السلم كافة إلا من اعتدى عليك، وهذا فطري طبيعي. إذا هناك قطع طرق، إذا هناك ناس يستبيحون الدماء طبيعي تقاتلهم، طبيعي. فالإسلام فطري ليس غريبا ترون، يعني حتى موضوع القتال في سبيل الله هو في حق الذين يقاتلونك، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا. وليس هناك آية تنسخ هذا، أنا عندي بحث في هذا الموضوع، كل آيات القتال والجهاد وكذا غير صحيح، هم يجتزئون هذه الآية، لو تقرأها بما بعدها سيستشهدون بما بعدها، وهي في المعتدين. الآية بعدها واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، بعض الوعاظ يطرحون هذا، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، طيب كمل الآية وأخرجوهم من حيث أخرجوك، هؤلاء هذا في حق المعتدين، وهي وردت بعد آية وقاتلوا في سبيل الله. وحروب النبي كانت ضد المعتدين وهم قريش، كل الحروب بدر وأحد والخندق وحلفائهم، طبعا الحليف له حكم الأصيل، حلفائهم في خيبر وحلفائهم بنو سليم وفي حلفاء. فلذلك نعم الدواعي دعت الدول فيما بعد توسع في الحروب والفتوح، كان هناك محاولة لتشريع هذه الفتوحات بنسبة